سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة التطبيقات. تطبيقات ومواقع الويب خارج فيسبوك. نقوم بالضغط هنا على فيسبوك، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سجل النشاطات. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المعلومات، على التطبيقات ومواقع الويب خارج فيسبوك. هنا سوف تجد التطبيقات التي تملكها والنشاطات التي نتلقاها من التطبيق ومواقع الويب خارج فيسبوك. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. هناك فيديو